حتى مش اسم بيجي كل شخص مولود حسب بطاقة الميلاد عمره 40 سنة لكنه قدر جسمه بتاع 30 سنة. كمان ايش يكون 40 وقدر عمره 50 60 سنة. هرمنا. هذه الناحية الأولى، الناحية الثانية مرحلة الشباب اللي تدشن بالمراهقة هذه عندها زوز خصائص كبار. الخاصية الأولى أن المراهق يعتبر نفسه كبيرا. يعني كان أمس يلعب بالأولاد مع الأولاد بالزربور في الحومة ويعتبره صغير إلى آخره بالبلوغ، تعني التحام بلوغ على كما مدخل عضوي المراهق كما مدخل نفسي يعتبر نفسه كبيرا. عادة عالم الكبار لا يعترف للشباب والمراهقين بأنهم صاروا كبار ويتعامل معهم كأنهم لا زالوا صغارا والفرق زقبوه هو. لذلك تجد أن المراهقين يدخلون في صراعات وهمية مع رموز السلطة ممثلة في الأب والأم في المنزل، الأستاذ والمعلم في المدرسة، والمسؤول عن الشباب في حركة النهضة وما إلى ذلك. لو أن مجتمعنا يعود هؤلاء الشباب منذ الطفولة الباكرة على أنهم أشخاص ذوي قيمة وأصحاب رأي ويأخذون معهم ويعطون ويتقبلون منهم الرأي الذي يتبين أنه سديد ويبينون لماذا أخذوا برأيهم لهذه الحجة التي بنوا على هذه الرأي، ولا نطالبهم بمهام قهرا وغلا، وإنما نطلب منهم على أساس التعليل، نريد من تفعل كذا لسبب الفلاني ونقنعهم. لو أن الأطفال يتربون في بيئة يرون فيها الأم والوالد يتحاوران يقنع أحدهم الآخر لما كان هناك معنى لهذه الصراعات الوهمية. لذلك المدخل الأول هو اعتبار شبابنا شخصيات كبيرة عظيمة، هذا المدخل الأولاني. تحديد أوجه صراعات حقيقية، ما تكونش صراعات وهمية، صراعات مع الأب والأم، صراعات مع الأستاذ والمعلم، صراعات مع رموز حركات التغيير والتفريغ الاجتماعي، حد مشكلتنا فيه. ما نعملش صراعات وهمية بين النساء والرجال. صراعات وش اسمها الأول سعداوي طلع لنا مجلة اسمها نون، نون النسوة هذه. صراع عن نساء عاملين حرب على رجال، والرجال مثل النساء ضحايا واقع الاستضعاف والاستكبار، لازم نحدوا مشاكلنا الحقيقيه فيه. الميزه الثانيه للشباب وهم يقتحمون مرحله الشباب المراهقه هي انهم يهتمون بالقضايا الكبرى، قضايا الدين والسياسه، ويتطلعون الى تغيير عظيم في مجتمعهم. ولذلك هذه المرحلة من العمر ومن النمو الشخصية قضية جوهرية لمن يريدون تشكيل ملامح المستقبل من خلال الأجيال الناشئة. هناك يجب أن نكون حاضرين، نحمل رسالتنا وفكرنا ونتحاور به مع الشباب. نجعل الشباب يتحمل رسالة تحرير الأرض والبلاد والعباد، تحرير كامل وطننا العربي وكامل وطننا الإسلامي، تحرير فلسطين المقدسة، الإيمان بقضايا الناس حيثما هم، نقف مع المظلومين والمضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها. الأطراف التي لا تملك فكرا، الأطراف التي لا تقدر على محاولة فكر قادر على تثوير المجتمع وعلى حمل الناس على تحمل رسالة التنمية والنهضة الحضارية، هؤلاء يراهنون على أمرين اثنين. الأمر الأول هو القهر والاستبداد والعنف. الأمر الثاني هو التخدير. لذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن صنفين من أهل النار في حديث واحد. حدثنا القرآن عن كثيرين مآلهم جهنم وبئس المآل. حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن أصناف من السلوكات تؤدي بأصحابه إلى جهنم وبئس المآب، لكنه جاءنا في حديث قلفين مع بعضهم ليكشف أن هناك علاقة جدلية بينهما. الصنف الأول
رجال معهم سيارة كأذناب البقر يضربون بها أبشار الناس. رمز التعذيب والاستبداد والديكتاتورية. الصنف الثاني نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها يوجد من مسيرة كذا وكذا. كناية عن الميوعة. المستبد في حاجة إلى أن لا يفكر الناس، إلى أن لا يعمل عقوله، إلى أن لا يثير أسئلة تضع الواقع موضع استفهام. لذلك كان لزاما من أن يصدمهم بالقهل حتى يتراجعوا، لكن ليس ذاك ظانيا أن يكون ذلك كافيا. لذلك لابد من أجعل الأدمغة تتوجه نحو اهتمامات أخرى بعيد عن قضايا القضايا العامة للأمة. ولذلك كان لزاما أن يحرص على مركزة اهتمام الإنسان بنصف الأسفل فتأتي الميوعة. فالتخدير من جهة والقمع من جهة ثانية هي أدوات الأطراف التي لا تملك الحجة ولا تقدر على مصارعة الرأي بالرأي. في حين نحن نعتبر ما قاله الإمام علي بن أبي طالب أضرب الرأي بالرأي يبدو لك بريء الصدر. لذلك أعتبر أن أكبر تحدي أمام الشباب بعد تجاوز الصراعات الوهمية وبعد أن يعترف بهم الكبار أنهم كبار وبعد أن يثبتوا للكبار أنهم كبار هو التحديين السالفين بالذكر. وبالتالي نحن الآن أمام أربع تحديات. التحدي الأول أن الشباب يشعرون أنهم كبار. على الكبار أن يعترفوا بهم على هذه الشكلة بدلا من أن ندخل في صراع لنقول نحن هنا. الشباب مدعون لأن يفعل ما من شأنه أن يثبت أنه جدير بالاحترام والاعتراف به. نجم واحد يمشي في شوارع المدينة على يامها وكاواساكي يتلفت الناس حتى والله فلان موجود وبعد شمال فلان. نثبت الذات بالإبداع، نثبت الذات بالحضور الإيجابي، نثبت الذات بالفعل الذي لا يمكن أن نناقش فيه أحد. ولذلك بدل الدخول في صراعات وهمية نتحدى أنفسنا ونقول نحن نبدع، نحن نأتي من جديد. اثنين، قلنا التحدي الآخر هو اختيار القيم والمناهج والاهتمام الكبرى. هذا تحدي حقيقي. الشباب مهيئون لهذا الاهتمام بالفطرة. نريد أن نوجهه وجهة حقيقية حتى لا يصرف عن وجهة الحقيقية. فلا تصبح مقابلة برشلونة ومانشستر يونايتد بديلا عن تحرير فلسطين وما إلى ذلك. لا يعني ذلك أن الإنسان ما يتابعش المقابلة، نجم بعد يحب يتابع المقابلة، لكن عندما يتابعها باعتباره عقلا ناقدا. مش تقول والله حاجة كبيرة، وين الكبير؟ ما عندوش ما يقول. لاحظوا مع الناس عندما يخرجون من المهرجانات، تذكروا يخرجون من مهرجانات قرطاج ولا الحمامات ولا المسرح البلدي، إما يقول هايل ياسر يهب ولا خايب. نادرا ما احد المتدخلين يعلل قوله. علاش يهبل وعلاش هاد؟ اما كلمه هبل هذه بيدها الغاء للعقل وبالتالي ما فهمش وردك عقل بقى حل فمه ولا مجال ولا مكان للاستمتاع وللاستفاده بعيدا عن اعمال العقل. قلت لابد ان ندفع الفكر نحو خيارات حقيقية حتى يصرف عن مجال الاهتمام الحقيقي. ولذلك نبقى في الأحد الرياضي وقت تشوف مقابلة يلزم تقول فين جانب الإبداع فيها باش فرش دكاني بتاع ساعتين يكون عندها معنى. كيف وقت تعدي انت ساعتين تتفرج في مسلسل يلزم تقول فين جانب القوة وفين جانب السلب. عديت ساعتين وبعد نقول فيلم خايب هاو علاش خايب
لكن انا تفرجت فيه وقتها كنت قاعد وفاد من الدنيا ومش لاقي روحي، قلت نوع من الترويح. لكن يلزم نقول هذا رديء حتى لا يتعود عقلي على الرداء. اكثر من هيك نقول ما الذي جعل منه رديئا حتى لا اساهم في يوم من الايام في انتاج الرداء. قد يجب حاجة علي مستوى من المستويات نعرف الطريقة هذه تأتي للرداء، ولذلك نولي نعرف الطريقة التي تأتي للإبداع والإضافة. التحدي الثالث قلنا هو القمع، لأن القمع هو إلغاء لإرادتك كطرف فاعل اجتماعي، وبالتالي لابد أن نصر على أن نكون حاضرين، على أن نكون أطراف فاعلة. اكتشفنا في ثورة تونس أن الناس يمتلكون طاقات هائلة قادرة على إزاحة أكبر الدكتاتورات وعتها في البلاد في المنطقة العربية. اكتشف الناس والشباب خصوصا أن لديهم كثير من الطاقات المعطرة التي آن الأوان لإطلاقها وتحريرها. اكتشفنا حقيقة قول النبوة إن الله لا يعذب العام بعمل تعمله الخاصة حتى تعمل الخاصة عملا تقدر العامة على أن تغيره ولا تغيره. يبدو ظاهريا أن الحديث يضعنا أمام صنفين من أعمال الكيانات الفرعونية، صنف من الأعمال يمكن أن نغيرها، وصنف من الإساءات للمجتمع والناس لا نقدر على أن نفعل معها شيئا. ففي الصنف الأول نحن محاسبون ومكلفون، وإن قصرنا يلاننا عذاب عظيم، وفي الصنف الثاني نحن معذورون. هكذا يبدو ظاهريا. أنا هذا الحديث سألته منذ أكثر من 20 سنة السؤال التالي، قلت له هل يمكن لطاغية مهما كان أن يمضي إرادته لو أن كل الناس قالوا له لا؟ أحسب أن الحديث قد أجابني بأنه إرادته ستلغي، إرادة الشعب فوق إرادتي. إذن فهمت أن الحديث يريد أن يقول لنا تظنون أنكم مبرؤون إزاء واقع ومسؤولون إزاء واقع آخر، والحال أنكم قادرون على إزالة كل باطل وكل منكر. إذن أنتم مسؤولون على كل واقع. فأراد أن يخرجنا من الوهم الأول إلى حقيقة أننا قادرون على الفعل. وبالتالي التحدي الثالث هو تحدي الاستبداد والديكتاتورية الذي يجد جذوره في الهرمونات الذكرية. تستسرون هذه تخلي الرجال ميلين كالتسلط والله. حتى بعد النساء يعملوا كده. لكن السلطة المغرية، الكرسي مغري، شفتوش مضبوط يا ودي راحش يا ديك ايش عملك؟ لا 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 حصروا تخش والله ماني خارج تخش بالكف ها القذافي يا ودي يا زلمه لا 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 ما تمروا الا ما تمروا لي. قلت اقول هذا لان الثوره قطع اسقطت الدكتاتور تدفع نحو استئصال الدكتاتوريه، لكن هناك متآمرون، هناك بقايا للإرث الانحطاطي، بقايا لإرث التغريب، بقايا لعملاء يريدون للدكتاتورية أن تستمر. الشباب هو الكفيل بأن يقول لا لذلك ويقطع شعبنا نهائيا مع الدكتاتورية، لأن في الدكتاتورية إلغاء لإرادة الإنسان، تكريس لمقولة فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد. التحدي الرابع هو تحدي التخدير الذي من أبرز رموزه إشاعة الميعاد. تذكروا معي أنه بعد انتخابات 2 أبريل 1989 التي فازت بها قوائم حركة النهضة فوزا ساحقا بشهادة تقارير الولاة عندما طالبهم بن علي بالنتائج الحقيقية،
حيث فازت القائمة المستقلة للنهضة في سوسة ب 93%، في تونس المدينة ب 85%، في تونس الجنوبية الشمالية 92% وما إلى ذلك. قلت تناهت رموز السلطة واليسار الاستئصالي لوضع خطة للتصدي للظاهرة الإسلامية سموها خطة تجفيف المناعة. كان شعارها الثاني بعد المعالجة البوليسية القمعية والسجون والمعتقلات والتشريد وما إلى ذلك، كان بدها الثاني إشاعة الميوعة والتشجيع على التحمل من الدين. فالمستبد في حاجة إلى أن تتكرس اهتمامات الإنسان بنصف الأسفل ويترك الباقي للسادة المتمثلين. فكل أشكال صرف الإنسان عن أعمال عقله هذا تحد لا بد للشباب أن يقفوا في وجهه. لعل أبرزه قلت هو الميوعة، لكن ليست الوحيدة. لاحظوا أن المخدرات انتشرت في تونس بشكل كبير، وكانت تقف وراء ذلك العائلة المالكة، ليس لمجرد أن فيها ربح وفير، هذا بعض القصد، لكن القصد الثاني هو تخدير ما بقي من خلايا عصبية مستعدة للعمل في عقول الناس. لاحظوا معي أن في التسعينات انتشرت كلمة في تونس لم تكن منتشرة من قبل، صار الإنسان متهما لأنه يفكر، يخدم في مخه، تهمة. الخلايا العصبية التي خلقت بالأساس لتعمل صار إعماله العقل إعمالها تهمة. إذا لازم نخدرها. وكان تونس بلاك تورنون بتاع تجارة مخدرات دولية. بن علي من في 2010 طلب دراسة من جهتين بحثيتين، دراسة عن انتشار الزنا والدعارة في تونس وعن انتشار المخدرات، من جهتين بحثيتين حتى يتبين هل أن الجهتان البحثيتان تصلين نفس النتائج أو غير ذلك. الجهتان البحثيتان وصلت إلى انتشار الظاهرتين، وصلت أيضا إلى أن من الأسباب الرئيسية لشيوع هاتين الظاهرتين تغييب القيم الدينية. أوصتا بإعادة الاعتبار للقيم الدينية. قالوا لهم إحنا نعرف شو نعمل. كان يريد أن يطمئن على كرسيه. ما دام الناس عقولهم مخدرة بالمخدرات والباقي بالميوعة أمورنا سانت سانت. ما في بلوش فغم تحت الرماد الرهيب كما اللهيب كما يقول أبو القاسم الشافعي. لكن من المهم في سياق حديثنا الهمنا هي أن التخدير شكل أساسي لتمييع إرادة الإنسان وصرفه عن وجهته الحقيقية ومنعه عن تحقيق ذاته. شكل آخر للتخدير هو الرياضة بالشكل ماذا يمكن نصفه، هو التعصب أو، وهذا هو في الحقيقة بديل عن إحساس الانتماء الحقيقي. لأن في علم النفس ندرك أن من المطالب الأساسية للإنسان أن يحب وأن يحب، من المطالب الأساسية للإنسان أن يفكر، من المطالب الأساسية للإنسان أن يكون له انتماء. لما غيب الانتماء للهوية، غيب الانتماء لوطننا العربي الإسلامي والقضية فلسطين، لابد من بديل، من كل شيء، من الحياة تعب الفراغ. هون عملوا له اهتمامات في تونس، وحتى كان لزمنا على المستوى الدولي ونتعاركوا على الترجي والإفريقي، ونتعاركوا على ليفربول ومانشستر. لذلك لابد أن نفهم فرق بين أن نهتم بأنشطة رياضية وعلمية وما ذلك، وبين أن تتحول هذه الاهتمامات إلى إجابات خاطئة على أسئلة حقيقية. لذلك التحدي الأول هو كيف نخرج من أشكال التخدير. التحدي الخامس هو الجهل والتجهيل. مرت عقود
تميز فيها المشهد الثقافي في بلادنا بالتصحر الثقافي. ثقافة السندويتش، يعرف شو طريفات، كان يعرف في بلد يعرف كل شيء، هو مثلا حتى كعبة. في التسعينيات كان ثم أحد الموجهات الأساسية للتربية اسمه التكثيف البيداغوجي. يقصدون بالتكثيف البيداغوجي يعود أن تكون هناك 5 مواد مثلا في الدراسة في القسم، ممكن نقولوا الثالثة ولا الرابعة، في عوض 5 يدهم 7، في عوض 10 يدهم 12، في عوض 15 يدهم 20. وفي عوض البرنامج المادة تستغرق ساعتين، يردها يعطيه مادة تستغرق في ساعتين، لكن يستغرق 3 ساعات ولا ساعتين ونص، بحيث أن الأستاذ يجري باش يقدم الدرس نتاعه ما يجلوش يكمل، والطالب يزم يجري باش يكتب يعجلوش يكمل، وبالتالي يعجلوش باش يحفظ اللي قاله الأستاذ، وبالتالي ترسخت عقلية التعليم البنكي بحسب اصطلاح باولو فرايلي البرازيلي في كتابه التعليم المقهوري. فصار التلميذ والطالب مجرد حساب جار يودع فيه المربون ودائعهم المعرفية، ويطالب من هؤلاء أن يسترجعوا مادتهم التي أودعوها متى شاءوا عند الاختبارات والامتحانات. فغاب السؤال وغاب التساؤل، ما كان له وقت وما كان مرغوبا فيه، لأنه عندما يبقى هناك سؤال تبقى هناك إمكانيات وإجابات مختلفة، وبالتالي هناك إعمال للعقول، وبالتالي حوارات بين العقول المتباينة بدرجات مختلفة. وإذا كان هناك سؤال يمكن أن تطرح أسئلة في مجال ما، لكن من يضمن أن هذه العقول التي تدربت على الحراك ألا تطرح أسئلة في مناطق أخرى محرمة؟ لذلك التكثيف البيداغوجي كان من شأن من قصده إلغاء التساؤل. لذلك أعتبر أن إلغاء أعمال العقل هذا تحدي آخر أمام شبابنا من خلال إعادة الاعتبار للسؤال والتساؤل، معتبرين أننا نحن الذين سنصنع معجزات جديدة بعقولنا العاملة والمفكرة والمتسائلة. لاحظوا معي أن القرآن وهو يحدثنا عن معجزة أصحاب الكهف لم يبرز أن الجانب الإعجازي الأساسي فيها ممثل في كونهم قضوا 309 سنين، وإنما قال وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. جوهر القصة هو في التساؤل، تساءل على وزن تفاعل الذي يفيد المشاركة، تسأل ونسألك ونحاول نجيب على أسئلة مشتركة. وبالتالي حيثما طرحنا أسئلة وتحاورنا حولها وبحثنا لها عن إجابات ومنفككنا عن السؤال، نحن نعيد مرة أخرى معجزة أصحاب الكهف، فنخرج من كهوف العجز والقهر والتسطيح والاستحمار الثقافي. لذلك لابد من أن نخرج من هذا بعملية بحث نتجاوز بها جهلنا. لذلك شبابنا مطروح لي أنه يقرأ، ما يكتفيش باش يتفرج في التلفزة كالبهالي، لأنك عندما تشاهد التلفاز فقط أو مواقع في الإنترنت فقط، منتج ذلك البث هم الذين يتكلمون وأنت مجرد متلقي صامت. عندما يأتي الحديث على الموضوع الذي تلقيته أنت اليوم بعد شهر مثلا، ستتكلم أنت، ولكنك ستستعيد ما ألقي إليك من خلال ذلك البرنامج. فأنت يومها لن تكون متكلما، ستكون أخرس، لأنك مجرد بوق يستعيد ما قيل له. لذلك علينا ونحن نتلقى أي خطاب أن ننشئ خطابنا الذاتي الموازي للخطاب الملقى إلينا. تفرجنا في البرنامج، تفرجنا في الفيلم، في المسلسل، في النحت الرياضي، ننشئ خطابنا الخاص حول تلك الموضوعات.
ماذا أراد أن يقول؟ ماذا قولي؟ ما هو قولي أنا في الموضوع؟ أثار هذا الموضوع سؤالا عندي، واصلوا أبحث عن هذا السؤال في هذا الكتاب وذلك الموقع، أتحاور مع هذا وذاك، تتبلور الفكرة تدريجيا في رأيي. بعد شهر عندما أتكلم سأتكلم بخطابي الخاص الذي أنشأته، أنا ذاك سأكون متكلما حقيقيا. وعندما نتدرب على ذلك ونراكمه ستكتشفون أنكم بعد فترة من الزمن صرتم مفكرين ولكم أفكار غاية في الروعة وتستحق أن يستمع إليها العالم. سنفتح لكم مجالات في الحلقات المسجدية وفي الندوات الفكرية وفي كل فضاءات التعبير والبيان، قدموا. لكن لابد من أن نتدرب على ذلك. كل إشكال يثير موضوعاً، موضوعنا كل موضوع يثير موضوع أسئلة كثيرة، هذه تتطلب بحث وبالتالي لازم نقرأ. القراءة عنصر أساسي، كل واحد لازم يعادل اعتبار للكتاب، لازم يعادل اعتبار للكتاب والقراءة، وتقرأ وتصدر والفكرة هذه عجبتني مسجلها في كلمة ما عجبتنيش ونعبر عن اعتراضي عليها، والفكرة هذه كان بالإمكان أن تكون أحسن لو كانت بهذه الطريقة، ولو قدمت بطريقة أخرى لكانت أفضل، لو أضفنا لها كذا لكانت أحسن، وهكذا. وبالتالي حتى وأنت تستعيد كتابا وأنت تقدمه لنا، تقدمه لنا بطريقة خاصة مع أحداث التعديلات، فيصير الكتاب كتابك أنت، لأنك امتلكت المعرفة وصرت متحكما فيها، وبالتالي صرت منتجا ولو في الصيغة الأدنى لكنك منتج. فكروا في أن تكونوا منتجين للمعرفة وليسوا متطفلين عليها أو مجرد مستهلكين لها. لابد أن نتصدى لسياسات التجهيل، إما من خلال تبسيط المسائل أو من خلال لفت انتباهنا إلى موضوعات غير ذات جدوى لصرف اهتمامنا عن موضوعات أساسية. لابد أن ندرك وأن نستعيد جانب هذا التحدي القدام السادس، التحدي السادس أن نستعيد آدميتنا. إذا كنا فعلا أبناء وبنات آدم وحواء علينا أن نحافظ على خاصية الآدميين. يعنيني منها هنا اثنان خاصيتان اثنتان. الخاصية الأولى، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. تخيلوا معي أن آدم هنا عندما يخطو هذه الخطوة، هل سبقه أحد إليها؟ لا. والخطوة الموالية وهكذا دواليك، كل يوم كل خطوة كل مشروع ينجزه هو ينجز جديدا، يقتحم دروبا بكرا، لا يكرر نفسه، لا يسقط في الرتابة. الناس عملوا هذاك اللي عملوه اليوم 10 سنين هذاك اللي عملوه، ولعلهم يعيدون عملهم بصورة أبشع بنسخة ردية من فوتوكوبي مسخة. خاصية الآدميين هي أن يبحثوا كل يوم عن جديد، كل يوم تقول ما الذي أضفته؟ أنتم أمناء على الحياة، لابد أن تثبتوا أنكم أحياء وأنكم جديرون بالحياة وأنكم تتجاوزون مستوى حيوات البهائم. تذكروا معي القول الرائع لمصطفى صدق الرافعي في كتاب محيي القلم، إذا لم تزد على الحياة، إذا كان مزدش حاجة الحياة، إذا لم تزد على الحياة فأنت زائد على الحياة. لابد من شبابنا يفكر كل يوم يعمل حاجة، كل يوم كل شيء نجم نعمل، ما بقيتش فكرة أنت تقترح شو نعمل اليوم.
كلهم شباب الوقف والعرض الإسلامية، لازم كلهم يقول أش نعملوا باش نوضحوا الرؤية الإسلامية للناس، أش نعملوا باش نضد الزيف للبهتان المستشري، أش نعملوا باش نكسر الحصار الإعلامي. نقعد في القهوة نحكي مع هذا، نلد الحومة نلعب معهم كورة، الآخرين نستعطيهم الدرس في الجامعة حتى ما يصيرش فيه مش. تأكدوا أن عشرات ولا مئات الخيان تاع الشغوب اليوم كانوا يحضروا دروس في الجامعة ما يصليوش في الأول. يجيبهم خيان يحضروا بعد صلاة المغرب، بدا الناس يخرجوا من صلاة المغرب ويدخل يحضر. الناس مش يدخلوا يصليوا، عم يروحوا خارج يتوضا ويخرج. بعد مروحين يقعدوا يتناقشوا في الدرس. برشا اخرين زاد عن طريق الكوره، برشا اخرين عن طريق النقاش في نوادي السينما وغيره. كل فضاءات الحياه دروب مفتوحه امامكم لتفعلوا. كل يوم ادمغتكم تفكر وتقول اش ماذا بيصير ان نفعل. اذا الخاصيه الادميه الاولى هي اللي حضرتك عليها اليوم، هي خاصيه الجديد الإضافة الفعل الإيجابي. لتلتقي العديد من أحاديث النصوص الإسلامية المؤكدة عليه. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وأن تلقى أخاك بوجه طلب صدقة، ولقمة الطعام ترفعه إلى فم زوجتك صدقة، وفي بر أحدكم صدقة، وغير صدقة، وبرشا عمل كل خير صدقة. هي يملأ الدنيا حسنات وفعل إيجابي. الخاصية الثانية الآدمية إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أن جانب الطين فينا هذا يشدنا إلى الأرض، ما نحلموش وما فكروش أحلام في السحاب خارج الدنيا. خلي أقدامكم مركوزة في الواقع، فكروا تفكير واقعي موضوعي، ما هو الممكن ما هو المتاح، هذا اللي نعمله. لكن ما تنساوش اللي فيكم شعلة من نور الله، فيكم طلب الكمال، فيكم طموح للمطلق. ما ترخاوش بالقليل، ديما اطلبوا اللي بعده، ديما انهضوا طالب هنا للأفضل. ما لواش تقنع من أجل طلب لا ينفك عن العقار، من أجل إجبار المستحيل على الإمكان. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أنتم المطالبون بإجبار العسر على إخلاء المكان ليحل محله اليسر. عندما تفرغون من ذلك سيأتيكم الخطاب القرآني ليقول بعد ذلك: فإذا فرغت من ذلك فانصب. أنت مدعون إلى نصب، إلى تعب وكد جديد من أجل إكراه عسر جديد على إخلاء المكان. فأنتم المولدون للإبداع. لا ترضوا بالدون، لا ترضوا بالحجر القليلة. لذلك يمكن أن نبدد شبهة هنا، يمكن أن نكشف زيفا هناك، يمكن أن نفعل أكثر من ذلك. نبين إبداعا هنا، قوة طرح هناك، إقناع لهذا هناك، وهكذا. أحسب أن هذه التحديات الكبرى هي التي تكون موجهة. أكيد في تحديات أخرى ممكن في النقاش نعرض لبعضها. نركز على الجوانب هذه من أجل أن نثبت لأنفسنا قبل أن نثبت للآخرين أننا جديرون بالحياة، جديرون بأن نكون مستخلفين عن الله في هذا العالم، جديرون بأن نكون شهداء على عصرنا. هل يمكن أن تكونوا شهداء وأنتم لا علاقة لكم بالحياة في أنفاقها ومجالاتها كلها، السياسية والاقتصادية والثقافية والعلاقات الدولية؟ لازم تسجلوا حضوركم في كل الساحات، في كل الفضاءات. وقتكم موجود عندكم. الشباب عنده حماسة، شباب ثروة وثورة كبيرة. هذا يحتاج إلى أن يوجه وجهة جيدة، وأنتم القادرون على ذلك. الشيوخ هذوما اللي كيفي انا وامثالي هذوما نجموا نستفيدوا منهم شويه، نتحاور معهم شويه، لكن سنورث لكم خبرتنا وانتم ستواصلون المشوار الذي بداناه
ليبدعوا ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ففيكم في أنفسكم أنكم قادرون على ذلك. التحديات جاءت لتخترق مش لتكون عواق. أصل خلق الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أساس خلق ليو كابد ليو غالب السعار. فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة. العقبات جاءت مش نقتحمها، جاءت السعار مش ندللها. ما شنو مفهوم العبادة في الإسلام؟ العبادة في الإسلام في اللغة هي جاءت من عبد الطريق فهي معبدة، أي دللها وأزال ما من شأن أن يعيق تقدم الناس والسالكين. فالعبادة هي كل هذا الكبح وكل هذا الجهد الذي نجبر فيه كل ما يحول بيننا وبين تقدمنا على درب التكامل نحو الله. ولذلك لازم تستحضروا أنكم خلفاء الله في أرضه، وإذا كان الله هو العليم فأنتم مطالبون بأن تكونوا العلماء، وإذا كان الله القدير فأنتم مطالبون بأن تكونوا القادرين، وإذا كان الله الحكيم فأنتم مطالبون بأن تكونوا الحكماء، وإذا كان الله العزيز فأنتم مطالبون بأن تكونوا الأعزاء وترفضون كل أشكال الذل والمهانة، وإذا كان الله هو القوي المتين فأنتم مطالبون بأن تكونوا الأقوياء. تخيلوا ذلك، ذلك مقصدكم، ذلك هدفكم، وذلك ما أنتم قادرون على فعله فكونوا. تذكروا، أختم بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غني. نحب نعرف عن كن فقط، لأن كما يقول شكسبير في مسرحية هاملت: المشكلة هي أن أكون أو لا أكون. نقول لكم كونوا، والسلام عليكم.